نروح دلوقتي للناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت. تحياتي ليك يا استاذ علاء. سامة، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدينك ومشاهدي قناه النادي الاهلي الغالي علينا كلنا. اهلا وسهلا بيك كابتن اسامه. اهلا بيك يا استاذ علاء. في البدايه، شايف مباراه السوبر المصري الاهلي بين الاهلي والزمالك، المباراه القادمه يوم الجمعه القادمه على ملعب هزاع بن زايد، ازاي خاصه في دوله الامارات؟ ودايما دوله الامارات لما بتستضيف هذه الاحداث بتكون على اعلى مستوى واعلى ترتيب. اولا انا عايز اتكلم بس على الخطاب المزور ده، فعلا يعني انا يمكن عملت تعليق اسمه غبي منه فيه، يعني غبي، واحد غبي بيعمل خطاب مزور، يعني بجد انا ما شفتش واحد يعني مزور وغبي. يعني ممكن يكون مزور وممكن واحد يكون غبي، لكن مزور وغبي الاثنين مع بعض دي صعبه جدا جدا جدا. يعني انا بس المفاجاه بس ان انا مثلا انا بكلم حد دلوقتي وانا في جريده الاهرام وكل زمايلي دلوقتي جم، ايه الخطاب ده، ايه الخطاب ده، ايه الخطاب ده، فكل واحد بشاور له على الدايره بس، يعني قلت لهم بصوا اقفوا طابور كده عشان اقول لهم بصوا كلمه القيام بعمل المدير التنفيذي، هم مش فاهمين، قالوا لي يعني ايه، قلت لهم المنصب ده مش موجود في النادي الاهلي، المنصب ده زي ما حضرتك قلت كابتن اسامه منصب كان واخده الدكتور سعد شلبي لحد ما تم تعيينه رسميا المدير التنفيذي النادي الاهلي. فكلهم ضحكوا فقالوا لي يا معقوله، قلت له الخطاب ده متصور من 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 سنه ونص او اكثر من سنه ونص. فانا بقول ده خطاب غبي منه فيه، يعني ده احسن تعبير، ده غبي منه فيه ده عمل الخطاب ده. واعتقد ان جمهور الاهلي والجماهير كلها فهمت الحقيقه بسرعه قوي، يعني الحمد لله الخطاب ما كانش محتاج وقت طويل، ما كانش محتاج. بس انا بس اللي احزنني ان بعض الزملاء اللي بينتموا لنادي الزمالك بيشيروا الخطاب وبيقولوا النادي الاهلي بيصدر ازمه، يعني بعض الصحفيين اللي بينتموا لنادي الزمالك وللاسف منهم كمان الموجودين في دوله قطر دلوقتي، موجودين حاليا في دوله قطر، عمالين ينشروا الجواب وعلى اساس ان فعلا النادي الاهلي عامل ازمه وان النادي الاهلي بيخترق اللوائح والنادي الاهلي بيصدر ازمه لمباراه السوبر، لدرجه ان واحد زميلنا اعلامي قال كسبتونا منكم لله. يعني دخلت رد عليه قلت له مين اللي كسبكم؟ قال الاهلي والزمالك. قلت له ليه؟ قال لك بيتخانقوا على فين الزرقاء. قلت له مين اللي قال لك كده؟ قال لك الجواب. فلما اتكلمت معاه اعتذر لي ومسح البوست، يعني وده شخص بينتمي لنادي الزمالك ومعروف انتمائه لنادي الزمالك وموجود في دوري قطر دلوقتي. فللاسف الشديد، للاسف الشديد ان اعلاميين كمان ما يكونوش عندهم القدر البسيط جدا جدا من الذكاء ان هم يقدروا لما يشوفوا خطاب يعرفوا اذا كان مزور او حقيقي. ده المفروض انك تتحرى الاول قبل ما تنشر او تكتب حاجه بالظبط، يعني بالظبط صحه بالزبط الخطاب. شاف المباراه ازاي يا استاذ علاء؟ والله يا كابتن اسامه انا يعني متفائل جدا، يعني الاجواء كلها تدور التفاؤل، سبحان الله. يمكن كمان حتى كمان الذكريات تدور التفاؤل، مش بس الحاضر، لا ده كمان الماضي كمان تدور التفاؤل، لان انت عارف حضرتك كان ثلاث مباريات سوبر اتلعبوا في دوله الامارات العربيه الشقيقه، منهم مباراه واحده بس اتلعبت على هزاع، على ملعب هزاع بن زايد، والنادي الاهلي كسب على الملعب ده اللي هو كان 2015. كمان لما الزمالك 2015 كمان الزمالك كان رايح بيلعب البطوله وهو لا، خلي بالك خلي بالك احنا لعبنا مرتين على هزاع بن زايد. لا مره واحده بس، لا 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 مره واحده بس، انت قلت لي مرتين على زايد، لا 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 مرتين على ملعب زايد ومره واحده على ملعب هزاع بن اللي هو سيبها هزاع بن زايد. طب قلت لي المره الاولى كانت سنه كام؟ 2015 كانت قصاد مين؟ الزمالك وكسبنا 3-2. والثانيه كانت 2017 كانت امام المصري وكسبنا 1-0 وليد ازار. لا انا بتكلم على الزمالك، انا كابتن انا بتكلم على الزمالك، انا الحقيقه بتكلم على مباراه الاهلي والزمالك. وقتها كمان كان حدث كمان من فرقات الزمالك، كان رايح دوري بطل كاس، دوري الكاس. والاهلي الحمد لله قدر انه يكسب البطوله دي، وكانت اول بطوله ليه في الموسم ده، والحمد لله الاهلي رجع بعد السوبر دي. انت عارف حضرتك كنا رايحين بجهاز فني مؤقت كابتن زيزو وكسبنا المباراه 3-2، فكان كان الدافع قوي جدا لينا. فانا ان شاء الله باذن الله متفائل ان الذكريات دي هترجع مره ثانيه، لان سبحان الله نفس الدوافع موجوده عند الاهلي. وقتها كان النادي الاهلي مسافر، ولعيبه النادي الاهلي كان كلها رغبه اكيده ان هم يعوضوا جمهورهم بالكاس، وده الموجود دلوقتي في نفس اللعيبه مع اختلاف الاجيال. فده شيء بيخليني انا متفائل. الحمد لله كمان جمهور الاهلي كمان في الشارع، الحمد لله كل الناس في جمهور الاهلي في الشارع عندهم تفاؤل غير عادي غير عادي غير عادي. يمكن فالحمد لله التفاؤل ده بيوصل للعيبه بشكل كبير جدا. الدعم الموجود من جمهور الاهلي لفرقته، مجلس الاداره كمان الدعم الكبير اللي عاملاه للفرقه، مش هتكلم عن المكافئات. وانت معايا على التليفون دلوقتي يا استاذ علاء، يعني بنعرض صور لجمهور النادي الاهلي واستقبال اللعيبه في المطار. طبعا في استاد هزاع بن زايد هيكون يعني كل مقاعد النادي الاهلي ممتلئه بجماهير النادي الاهلي. رسالتك للعيبه خاصه يعني التواجد الجماهير الكبير اللي هيكون متواجد للنادي الاهلي من قبل الجماهير، شفناه في الكويت، شفناه في السعوديه،
وان شاء الله يوم الجمعه القادم هنشوفه كمان في دوله الامارات. والله يا كابتن اسامه شعبيه النادي الاهلي في كل انحاء العالم مش في الخليج بس مش محتاجه منا ان احنا نتكلم عنها كتير. انا بقول لحضرتك يعني لو ان الاستاد هزاع بن زايد فعلا اكبر من 25,000 متفرج ولو ان ما عملوش حكايه اللي هو التوزيع بالعداله دي او يعني لو سابوا التذاكر مفتوحه انا اثق لحضرتك تماما ان هيكون 80% من الاستاد جمهور النادي الاهلي لان شعبيه النادي الاهلي فعلا مش محتاجه مقارنه من حد. جمهور الاهلي في الخليج ما شاء الله ما شاء الله يعني اي جاليه مصريه في الخليج هتلاقي زي بالظبط مصر. الجاليه المصريه اللي موجوده في اي دوله عربيه هي نسخه مصغره من الشعب المصري هنا بنفس النسبه والتناسب بالظبط يعني نفس النسبه والتناسب. هتلاقي لو هنا مثلا احنا بنقول 80% من الشعب اهلاوي فعلا الجاليه المصريه في اي دوله عربيه تلاقي 80%. غير كمان الحب الصيت العام للنادي الاهلي كمان في دول الخليج لغير المصريين ده شيء مبهر وشيء بدون للفخر بجد كابتن اسامه. بنشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علاء ودايما يكون وشك وشك حلو يعني علينا وعلى النادي الاهلي كالعاده. كانت مداخله مهمه مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت ويكون ملعب هزاع بن زايد وش السعد ومدرجات الدرجه ثالثه شمال تكون وش السعد ان شاء الله وكل جماهير النادي الاهلي.